على وقع هذه الضربات. استفاق الجنوب اللبناني وبلدات البقاع على هجوم إسرائيلي غير مسبوق، خلف مئات الشهداء والجرحى، والعدد مرشح للارتفاع. تزامناً مع هذه الغارات، تأكيد إسرائيلي على أن الحرب وصلت إلى مرحلة جديدة. احنا اكيد دخلنا من يوم الثلاثاء الماضي مرحله جديده. بهذه المرحله الجديده كان فيها تجاوز لكل الخطوط اللي كانت موجوده قبل، لكل التوازنات كانت موجوده قبل، وفي توسع. نحن هلا على المستوى الوطني بمرحله كثير خطيره، مرحله جربنا منذ 7 من اكتوبر نبعد عنها عبر ايصال رسائل ردعيه لاسرائيل. كل هذه الرسائل ما نفعت. إسرائيل حاطة براسها هي بدها تشيل السلاح الاستراتيجي تبع حزب الله. بات من الواضح أن إسرائيل تمارس حربا نفسية على اللبنانيين بغية إخافتهم وإضعافهم. وفي هذا السياق، نشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فيديو على منصة أكس لتحذير اللبنانيين ودعوتهم للمغادرة. اخلوا البيوت التي أخبأ فيها حزب الله الأسلحة فورا. كما تلقى سكان منطقة عائشة بكار في بيروت رسائل واتصالات لمغادرة منازلهم. وصل اليوم على كل منطقة عائشة بكار تسجيل صوتي من العدو الإسرائيلي، هذا تسجيل تهديد يعني بإخلاء المنازل. بس هذا الشيء يعني ما بيرعب العالم، ما رح يرعبنا إن شاء الله يعني رب العالمين. نحن لأنه شعب دائما، نحن شعب مقاوم من يوم يوم بيروت، مناضلة ومقاومة، وبتقاوم مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ورح ترجع تقاوم الاحتلال الإسرائيلي بإذن الله. لم تقتصر الرسائل على السكان فقط، بل تلقت وزارتا الثقافة والإعلام الرسالة نفسها. وأمام هذه الرسائل الجواب واحد: لن نغادر ولن نستسلم.